جرفت في رامات رمزت لي كده بالطريقه وهي في اللايف وقالت لي اخلص وجايه لك. من وكاله طبعا. وكاله فرزاتش يا حبيبي اسلفك بالله سلك معايا الدنيا. ايه ده في ايه في ايه, إيه, إيه انتوا بتعملوا ايه؟ ازيك يا استاذه هناء, اسمك ايه؟ انا ما اعرفش انا انتوا في ايه. قال لي البس الاي دي. السفير التونسي وصل. السفير التونسي وصل يا اسطى. انا واقف قدام هنادي مهنا, انت بتكلمني عادي كده؟ ايه ده انت مش فنانه؟ لا انت ما سالتش. استنى انت كده, لا انت كده مش عارف. معلش بس عشان ده لقاء بجد فما تهزرش لو سمحت. احنا على الله خالص, فهندور على اي حد بشكل عشوائي نصق قناه استوديوهات شد الحبل. لا ايه ده, ما بتصورش مع جرايد صفرا؟ هي الفنانه نور كانت هنا حد بال ولسه مكملين النهارده تغطيه مهرجان القاهره السينمائي. لو سمحت يا جماعه الصوت يا جماعه. هيو اهلا بكم في فلوج جديد ومختلف, والمره دي مختلف عشان احنا في مهرجان القاهره السينمائي في دورته ال 44, وزي ما انتم شايفين انا بتكلم بهدوء عشان ملتزم بالبروتوكول. تعالى بس كده. ايه والمهرجان ده برعايه ميدل ايست اندر جراوند بتوع المزيكا. معرفش ايه علاقتهم بالسينما اصلا, ومعرفش ايه اللي بيحصل هنا اصلا. الناس كلها بتصور النجوم والريد كاربت, ومحدش بيهتم بالناس اللي بتشتغل ورا الكلام ده. ايه الرساله اللي تحب توجهها للناس اللي بيهربوا من البوفيه وبيطلبوا وما بيحاسبوش؟ بقول لهم يتقوا ربنا فينا. اه يقول لي شويه وحاسبك وبعد كده هلاقي يعني فص ملح وداب. ولا حتى الناس اللي ورا الكاميرا. افتكر ليه الجمهور بيكره الصحافه والفنانين بيجروا ما بيرضوش يصوروا معاكم؟ فيلا بينا نشوف الحوار ده. في فنان دلوقتي جامد اهو ورا, بس انا مش فاكر ايه. الو السلام عليكم, ممكن نعمل معاك انترفيو؟ اتفضل. بتعمل ايه هنا؟ بعمل انترفيو دلوقتي. اتكلمنا شويه عن الاوت في ماشي. انت لسه جاي من الريتكو؟ انا قسما بالله انا اول مره هنا, فيعني اسلفك بالله سلك معايا الدنيا. قول يعني ايه اللي بيحصل هنا؟ في ايه؟ والله بص, هي حسب النيه. انت بتعمل ايه هنا؟ باللجنه المنظمه. الله الله الله, يعني حد يعني اتدخلني ببلاش؟ انت داخل منين؟ لان دي نطه سور. محدش اداك اي حاجه. محدش قال لي اي حاجه. انا كنت بصراحه كنت معدي كده, لقيت الناس بتعدي. انا مع الفنان, انا مع الفنان, انا معاه, انا معاه. مين ده؟ انا ما اعرفوش. ايه اللي بيحصل هنا؟ هبهب هبهب جدا. بص يعني هتضربوني؟ لا 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 خالص. بص من فضلك, لا على طول بتلبس كده سوبر مايو بتاع. استاذ حسين فهمي وقفني على الباب قال لي لا تخش بالبدله لما تخشش, فاحترمت بصراحه الدريس كود. حاجه بسيطه اهو. وانتوا بتعملوا ايه هنا؟ جايين هنا بقى المهرجان نشوف بقى ايه الدنيا كده. انتوا برضو جايين؟ ده انا بقى جاي استفهم منكم ايه الدنيا. ازيك يا استاذه هناء, اسمك ايه؟ نعمل حاجات. انا شايف ده تبعكم ولا تخاني؟ يلا كلنا نعمل باي باي للكاميرا. ديجيتال ميديا. ديجيتال ميديا ده يعني مجله. طب انت جاي تعملي ايه هنا؟ جايين نتصور. جاي ديجيتال ميديا نتصور معاك. يا نهار, احنا اتصورنا بره. انت صاحبتها ديجيتال ميديا؟ ديجيتال ميديا برضو. يا دي ديجيتال ميديا. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ حاجات مكتوب عليها 4G وكاميرات وماوسات. القعده دي فيها بتاع ولا 45000 جنيه ده لوحده بخمسه ده بس. جاي تعملي ايه هنا؟ اتصور مع الموبايل. بس انت ما صورتيش معايا. لا اتصورت. اتصورتي مع هبه؟ هبه اخش معاكم. يلا استنوني على الريد كاربت النهارده. كان دلوقتي بصور, راح جاي قال لي البس الاي دي. تلبس الاي دي يا عم؟ ما تلبس الاي دي عادي. ترى عماد دلوقتي بتصور لايف, قالت لي غمزت لي كده بالطريقه وهي في اللايف وقالت لي اخلص وجايه لك. طبعا في صحافه صفراء كتير وهي بقت منتشره دلوقتي. جريده صفراء. جريده صور تبع جريده ايه؟ انا التلفزيون العراقي. احلى تحيه لاهل العراق والله حبايب قلبي. بس انت مصري عادي. اه عادي سبوب. انا ممكن اعمل لك سيشن بس الكوتش وكوتش. دلوقتي احنا عايزين نفهم ترتيب الكاميرات على اي اساس؟ يعني اللي في الاول ده على اي اساس بقى الاول, واللي في الاخر يا عيني ده اللي مش هيجيله اي نجوم على اي اساس بقى الاخر؟ انت قاعده حزينه ليه كده؟ والله مستنيه اي حاجه. مفيش نجم عبرك ولا نجم درجه سامسه اساسا. انت عارف شد الحبل والجرافات في مصاري. بص من الوكاله طبعا. وكاله فرزاتش يا حبيبي. ممكن اطلع في اللقاء اقول لك الجرافات جايبها منين وكواليسها؟ انت تقول لي عيد ميلادك 19. على فكره انا فاكره. الله ده انت حافظه بقى. ما انا مش فاهم الجمهور ان انا جيت هنا من يومين وما عرفتش اصور. انا جيت هنا من يومين فعلا. هاي, يو كان انترفيو ويز مي؟ اي كان انترفيو يو؟ يا يا شور. بليز كوم بس للكاميرا كده. اوكي, وات از يور نيم؟ ام كريستوفر ماكلرون. سوري, ممكن انجلش فا اي كانت انترفيو ويز يو. او اوكي. ثانك يو. اوكي. ثانك يو. اي لايك يور اوتفيت. ثانك يو, ربنا يخليك والله. واليوم باظ وما عرفتش اصور. ايه الاخبار؟ ازاي؟
ايه ده؟ استحلفك بالله لو انت تبع حد من المنظمين ابوس ايدك ما تطلعنيش. ازيك يا فنانه، تعالي اتفضلي معانا، انتوا جريده ايه؟ لا احنا ويب سايت لوف ان كايرو. انا اسمي محمود بكار، مصور صحفي. مصور صحفي ازاي يعني؟ معلش بس عشان ده لقاء بجد فما تهزرش لو سمحت. ايه ده بتكلم بجد؟ طب انتوا بقى كلمني اكتر عنكم. والله احنا على الله خالص. احنا النهارده يا جماعه بنغطي مهرجان القاهره السينمائي للدوره 45، وما شاء الله كل الناس اللي هنا ما شاء الله شكلهم محترمين وشكلهم مثقفين، فهندور على اي حد بشكل عشوائي. ازيك عامل ايه؟ مساء الخير، ايه الاخبار؟ انت بتعمل ايه هنا؟ هو انت قناتي الاول؟ احنا قناه استوديوهات شد الحبل. لا ايه ده، ما بتصورش مع جرايد صفرا؟ بننفرد النهارده على الريد كاربت في مهرجان القاهره السينمائي في جوله. انت منفرد بايه بس؟ انت منفرد بيا يعني؟ على دلوقتي احنا هنصور مع المركز الاول. كريم. الو السلام عليكم. كريم، كريم استاذة انرجي، ده انا طالع معاكم على الراديو النهارده بالليل. استعلفكم بالله، انتوا طلعتوا مركز اول؟ عملتوا ايه عشان تطلعوا مركز اول والنجم الشباك يعدي عليكم على طول؟ هو كان في سايس هنا. احنا دلوقتي يا جماعه بنغطي فعاليات المهرجان رقم الدوره ال45 وواقفين واقفين جنب احد الجرايد الصفراء. هو انا قصدي على حد هو عارف نفسه. هنتعرف عليها دلوقتي. يا تعرف نفسها. اسم عايزتك ايه؟ شوله. هنعمل على وشك بلور ما تخافيش. تعالي تعالي. تبع اني جريده؟ موقع اهلي كايرو. موقع اهلي اهلي كايرو. ده انت عملت معايا لقاء. لا الناس دي محترمه بامان الله. اهلي كايرو يا جدعان، واحنا مش اهلي كايرو؟ لافين كايرو. احنا دلوقتي بنحب كايرو يا جماعه، كلنا الود والسلام. بعتذر اعتذار شديد اللهجه كامل المعاني لجريده اهلي كايرو، الويب سايت الاشهر من نار على الحله. تعالي نعمل معاده صلح. انا من العراق. العراق، احلى تحيه لاهل العراق. وشو اسمك؟ اسمي خالد. الحمد لله استاذ خالد، كل اخبارك باهيه؟ تمام. لا ده سوري. واحده كده بقى، مش عارفه ليه بعمل فوتو سيشن، انا معطلك. وانت في سنه كام؟ تانية اعلام. تانية اعدادي؟ اعلام. اعلام، عقبال كده ما تبقوا اعلاميين وتصوروا معايا. انا دلوقتي في الاريا بتاعت الجمهور والناس معاها تذاكر داخلين يحضروا افلام، فعايزين بقى نشوف ايه بقى اللي بيحصل. يا تعال، انت لابس بدله وبتاع، ده انت جاي تعمل ايه هنا؟ انا جاي عادي. جاي تحضر الفيلم؟ جاي اتفرج عادي. جاي تعمل ايه النهارده؟ اتفرج على فيلم. فيلم ايه بقى؟ تعالى لي. والله ما اعرف. انا فقدت الامل. تذكره ايه دي؟ دي فيلم اسمه ايه؟ 19 ب. طيب هل انت متحمس ان انت تحضر فيلم 19 ب؟ لا. بتعمل ايه في المهرجان النهارده؟ كنت ما شفتكش على الريد كاربت يعني. والله يعني ما بحبش اتكبر على الناس واطلع على الريد كاربت، بحب ابقى وسط البشر عادي. مش هنخلص من امثالكم اللي بيقفوا يتكلموا في التليفون ورا الكاميرا عادي يعني. ما عندكش صراحة مش... لا يا سلام عندك اخو كريم اسماعيل يا جماعه. زينه ازاي؟ كنزي ازاي؟ اتصور ماشي يا جدعان. استحلفك بالله، لحظه واحده يا جماعه عشان محل اكل عيش. تلعبيني ايه؟ مثل فيلم النوم في العسل وانت مغمض عينيك. النوم في العسل؟ كلمتين هقولها. سويت تيستي. النوم في العسل يا ابني. ام العليل. اما انا ايه اللعبه دي؟ احنا اتصورنا مع بعض في كايروكي. اه ايه الاخبار؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انا استوديوهات شد الحبل. ايوه يلا بينا جدا. ولسه مكملين النهارده تغطيه مهرجان القاهره السينمائي. لو سمحت يا جماعه الصوت يا جماعه. انتوا ليه ما دخلتوش الريد كاربت لحد دلوقتي؟ معلم عامل ايه؟ يا اسطى انا واقف قدام هنادي مهنا، انت بتكلمني عادي كده؟ لا مؤاخذه يا فنان. ما انا مفاجأة. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ بنتفرج على افلام. دخلتيش الريد كاربت ليه؟ انا لسه خارجة من الفيلم. انت لسه خارجة؟ ايه ده، انت مش فنانة؟ شفتش الفنان بيومه فؤاد؟ لا.
ولا انت؟ لا انا بحب البرنامج بتاعك. يا نهار ابيض، استحلفك بالله ما تهزرش. اه والله ده جميل جدا، ربنا يخليك. والله انت متابعني قوي قوي. ده في ناس نضيفه بتتفرج عليا. انا حاسس ان في حاجه. السفير التونسي وصل، السفير التونسي وصل. فين هيفاء حبيب قلبي؟ السلام عليكم. ايه الاخبار؟ نعمل لقاءات متبادله الحمد لله. يلا الحمد لله. انت عامل ايه؟ نعمل هنا تغطيه شامله للمهرجان. طب غطيني. قول لي الاوت فيت منين؟ الاوت فيت الجرافات من. انت جريده ايه؟ انا قناه عمان. ايه ده، هو انا صورت معاكي قبل كده؟ ثلاث مرات. انت اللي طلعت محمد عامل النظافه ترند صح؟ انت ايوه. فين يا راجل؟ انا مالي يا راجل، ده انت انتوا قناه ايه؟ احنا جوسبس. ايه ده جوسبس؟ الله. اه ميرسي. لعبوني بقى واسالوني والحاجات دي. لو هتسالني انت ندمان. لو تسالني انا ندمان، كنت عايز اعمل حاجه حلوه يعني، حتى لو حلوة. شافوا على فكره، لو شافوا الترند بتاع انت شويجري اللي انا عامله، انا عملته بشكل مهني جدا يعني، ما عملتوش بشكل سهل. لا سفر. بصراحه اتي مونتو انا بحب. طفوا علينا النور يعني، بيطردونا بالطريقه. يلا بقى، بس وضحت. يلا يا بيشا بينا، كلام يا بلد الكلام. ويب كده يكون الفيديو خلص، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، وتابعوني عشان نشوف الفيديوهات الجاية، واشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب هب هب. حد قال لك ان انت شبه حد من المشهورين؟ انا بحبك جدا حبيبي والله. انا عايزك اكل معاك. هتاكل ايه؟ في واحد صاحبي كان قال لي ان انا شبهك، قلت لك منشن، قلت لك انا شبهه وترديت عليا. ده احنا شبه بعض. لا قلت لي ده شبهي انا، في قلت لك ايوه انا كمان، انا مستغرب صاحبي ده اعمى. ايوه ده كفيف بقى. بس انت قلت لي كده بالظبط. قلت لك كده برضه. ما لسه عند رايي. بنهي القائف مهرجان الكراسي السينمائي الدوره 45، وشكرا قوي.